طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية طالب العالم كله بالاعتراف بدولة فلسطين وأن يقوم مجلس الأمن بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال. وأكد شتية خلال كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي أن الاتحاد قد أصاب برفضه طلب إسرائيل الانضمام إليه بصفة مراقب، موجها الشكر للقارة الأفريقية وخاصة دولة جنوب أفريقيا على فضحها لجرائم الاحتلال، داعيا للاتحاد الأفريقي أن يصل بصوته عاليا ومسموعا إلى كل المحافل من أجل وقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات والمطالبة بدولة فلسطينية مستقلة. الاتحاد الأفريقي أصاب عندما منع إسرائيل أن تكون دولة مراقب في هذا الاتحاد. الاتحاد الأفريقي أصاب عندما منع تسلل ممثلين عن إسرائيل إلى هذا المحفل العام الماضي وتم إخراجهم من القاعة. فليكن صوت اتحادكم عاليا ومسموعا كما هو دائما، ويطالب بوقف فوري للقتل والعدوان الذي ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة خاصة، واليوم في رفح، وكذلك في الضفة الغربية والقدس. فليكن صوتكم عاليا ومسموعا كما دائما في محاربة البرنامج الاستعمار الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. فليكن صوتكم عاليا ومسموعا كما دائما من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب.